يا دزاير راه طب القلب علاش اللي عنده تزيدي له القليل يشقى ويتعب راه ملحق العشات ليلو يا دزاير راه طب القلب علاش اللي عنده تزيدي له القليل يشقى ويتعب راه ملحق العشات ليلو واحد الزواج ويسبب حتى بيت ما صحت له باغي البوها يتقرب خايف ما يعطيها له يا تزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيدي له. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سكان بلدية مسلمون رانا في اعتصام مفتوح نظرا للتجاوزات الخطيرة الناتجة عن رئيس الدائرة وأعضاء اللجنة، وهناك استفادة لناس لا يستحقون السكن الاجتماعي، هناك يعني ناس مشبوهين يعني من حيث الراتب تجاوزوا الراتب، وهناك عضوة أقحمت أمها في القائمة، وهناك عضو استفاد أيضا راتبه يتجاوز 24000 دينار جزائري، وسكنت لها الشحيبة بلوال جابوا ناس من الحي السفلي، هناك متغلقات وهناك أجانب استفدوا، رئيس الدائرة ما حبش يستقبلنا واستقبلتنا باستهزاء، وعضوة اللجنة هي اللي دارت هذه القائمة بتواطؤ رئيس الدائرة وأعضاء اللجنة ماشي خمسة ثلاثة اللي حضروا، رئيس البلدية رحنا عنده قلنا ما أنا ما شاوروني ما حضرونيش يعني في دراسة الملفات، وداروا هذه القائمة وكاين بزاف من الناس مقصيين والعزاب أيضا حنا، وكاين اللي عندهم شهادة كفالة على معوقين ذهنيا ما طولهمش يعني سكنة، وضربوا انشغالنا على عرض الحائط وماهوش يجوا عند المواطنين، ورئيس الدائرة راهي تقول نعطي لمن حبيت، هي قالت نعطي لمن حبيت واحد ما يسليش، وعندي ثقة في هذه عضوة اللجنة ومن حق أمها تدي والأم تاع هذه عضوة اللجنة عندها 4 بونت مستفيدة، وكاين ناس يصوروا 4 ملايين 7 ملايين، وسكان باب الواد اللي راهم ساكنين في السكنات لها شي 20 سنة ثم جابوا لهم ناس أجانب ومطلقات، وكاين اللي مزوجات مع ناس غرباء عن الولاية والبلدية، وكاين أيضا يعني كاين غير كاين غير كيما اللي عقدوا عندهم يومين ثلاث ايام راحوا داروا عقد وداوا اسمه، وحنا رانا في 38 سنه 40 سنه عزاب ما ديناش سكن، وكاين حصه العزاب نطلبوا الوالي يدخل لايقاف هذه المهزله والغاء القائمه ونشر الار اش بي ونشر السكنات الاجتماعيه سويا، ما يجوش يعني يديروا قائمه ويعطوا للناس التوهم، وكاين ناس ايضا كانوا يظلوا في الدائره يروحوا عند رئيس الدائره بطرق ملتويه داو ديار، وحنا السكان الاصليين تاع بلديه مسلمون ما ديناش منازل، وحنا رانا هنا في اضراب في اعتصام مفتوح الى غايه تحقيق مطالبنا هو الغاء القائمه والغاء عمل اللجنه لانها ماهيش ابط اللجنه هذه حلفت ولكن خدعت اليمين، لانه بداو بهم ضربوا على المصالح تاعهم، وكاين اقارب تاع عضوه اللجنه بزاف، وكاين بزاف عائلات يتداول نفس الالقاب في القائمه، احنا نطالبوا الغاء اللجنه والغاء القائمه، ونطالبوا محاسبه رئيس الدائره التي يعني استغلت سلطتها باش تحقرنا احنا سكان بلديه مسلمون وتهدد فينا، نطالبوا تدخل الوالي. هذه بلديه 700 شهيد ماناش سامحين في حقنا، احنا بطريقه سلميه وجينا يعني بكل الطرق القانونيه باش نجيبوا حقنا، نطالبوا السيد الوالي انه يطبق برنامج رئيس الجمهوريه، احنا ماناش تاع فوضى، احنا رانا تاع حوار، نتحاوروا مع الوالي ونعطوا له المعلومه. خوي تعال راه ملحق العشد ليلو يا تزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيدي له القليل يشقى ويتعب راه ملحق العشد ليلو يزرب كل شي والديه دعاولو والاخر من سعدو يندب 30 عام ما بان والو واحد بالشيره مدبدب لا مال لا عقل اللي بقالو الاخر يصلي ويشرب تبدل ايمانو بهبالو شهر اكتوبر احزن وكرب يا ربي حسن حالو فيه الزلازل فيه الحرب غضب الله صعيب حالو يا تزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيدي له القليل يشقى ويتعب راه ملحق العشب ليلو يا تزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيدي له القليل يشقى ويتعب راه ملحق العشب ليلو